علاقات قوية جدا من 500 عام مع الدولة الليبية. نحن ننظر إلى ليبيا دولة واحدة بدون تفرقة بين أي مدينة، ونحن مستعدين للدعم والأخوة دائمة مع كامل ربوع ليبيا. بهذه العلاقة الأخوية تمكنا من تخطي الكثير من العوائق القديمة. افتتاح معرض المنتجات التركية في بنغازي يعتبر من الخطوات المهمة جدا التي سوف نخطيها في تطور العلاقة بين رجال الأعمال تركيا وبنغازي. في وجود 34 شركة مشاركة في هذا المعرض، نتمنى في السنوات القادمة أن يشارك الكثير من الشركات بعدد أكثر. تواجد العديد من الشركات في هذا المعرض يبين ثقة الشركات ورجال الأعمال في ليبيا وبنغازي بالتحديد. كما تعرفون حضرتكم أنه تم إغلاق القنصلية التركية المتواجدة في بنغازي، ولكن نحن على استعداد تام وعلى عمل سريع جدا لنفتتح هذه القنصلية من جديد. وهذا سيدعم الكثير من تخطي العوائق التي سوف يكون بين سواء كان الشعوب أو الأعمال. والتطور الثاني الذي شاهدناه بعد زيارتنا السابقة إلى بنغازي أنه تم افتتاح الخطوط بين بنغازي وإسطنبول، ويوجد لنا أعمال أيضا على تطوير وتواجد الخطوط التركية في بنغازي بإذن الله تعالى. وبهذه الفرصة حابة أن نشكر شعب بنغازي وكل المتواجد على الاستقبال الحار الذي قدموه لنا، ونتمنى أنه يكون خطوة في تطور العلاقات